اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ملكات اليد في مصر. نرحب بدعاء حلمي نجمه الفريق. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الف مبروك ومنوره الاستوديو. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. بنرحب باسراء السيد احد نجوم الفريق، وطبعا بقول لك الف مبروك كمان يا اسراء. الله يبارك في حضرتك، شكرا. اسراء، يمكن احنا نحب نبتدي في البدايات بقى، يعني بدايه الموسم كان عندكم دروب السنه اللي فاتت. الجميل انتوا كنتوا حاسين بده وحاسين ان في دروب، يعني وعدتوا نفسكم ووعدتوا الجمهور ان انتوا السنه الجايه هتبقوا بشكل تاني خالص. الحمد لله. طبعا هي السنه اللي فاتت دي كانت حاجه يعني غريبه علينا، لان احنا الحمد لله طول عمرنا ابطال، فطبعا احنا كان عندنا اصرار ان احنا لازم نرجع احسن من الاول. وكابتن يحيى لما جه احنا اتمرنا يعني ان احنا نصلح نقط الضعف اللي حصلت وكده، والحمد لله يعني قدرنا، وان شاء الله بس ربنا يكرمنا بالدوري عشان نبقى خدنا الثلاثيه ان شاء الله. طب انت يعني شايفه الفرقه متكامله؟ يعني انت حاسه ان فرقتك السنه دي جامده مش ممكن نخسر؟ خلي بالك انا بتكلم على الشعور. أيوة. مش النتائج. انت حاسه ان الفرقه كامله الحمد لله؟ هو الحمد لله احنا اصلا بجد يعني كلنا بيبقى قلبنا على بعض قوي وبنلعب بحماس، وده اللي بيكسبنا. يعني احنا فعلا الماتش اللي فات لما كنا طول الماتش يعني ما كناش يعني في حالتنا قوي، بس اصرارنا ان احنا هنكسب وحماسنا ده اللي خلينا نكسب. صحيح. انه لا احنا مش هنخسر ومش هنكرر تاني الغلطات اللي احنا عملناها، وده يعني ده اللي احنا بنتميز بيه. برافو دعاء. يعني اسراء بتتكلم مظبوط؟ طبعا. هو دروب السنه اللي فاتت دي حاجه عمرها ما حصلت تقريبا، فده كان دافع لينا اكتر ان دي حاجه ما تتكررش تاني في تاريخ النادي الاهلي. احنا نسينا السيزون اللي فات، كل اللي فاكرينه بس منه ان احنا لينا 3 بطولات لازم ناخدهم. سواء ان هو بالذات بطوله المنطقه كانت الشمس اخذها مننا، فاخر ماتش كان ممكن الماتش الاخير ده الفاينل معاهم، كنا نازلين اللي هو احنا شويه اللي هو احنا حقنا في البطوله دي فاحنا لازم ناخدها. فممكن الشوط الاول خلص 12-10 12-10 ليهم. بس احنا طول الوقت لا، اللي هو البطوله مش هتضيع مننا تاني، صعب قوي ان البطوله تضيع مننا تاني. فضلنا نحاول لحد الماتش خلص تقريبا في اخر الماتش خالص، يعني لان قلنا فعلا ما ينفعش ان احنا نسيب حقنا مرتين. طب اكيد المكسب ده بيجي بتضحيه، اكيد يعني اكيد كل لعيبه منكم ضحوا. انت على يعني على مستوى الشخصي ضحيتي بايه؟ هل ضحيتي بخروجاتك اللي كنت بتخرجيها، بفسحك مع اسرتك؟ يعني انا تقريبا نسيت شكل اصحابي خلاص يعني. لا مطلوب، خلي بالك بالظبط. لا هو سواء مثلا الحياه الاجتماعيه هو خلاص هو زيرو تقريبا، مفيش خالص بالذات السنه دي. يعني فعلا لو في حاجه مثلا خروجه ولا تمرين، لا بالذات السنه دي هو لازم تمرين، هو لازم الماتش، ما فيهاش ان حد يعتذر عشان حاجه. حتى احنا مثلا انا جايه على حساب الشغل في اوقات كتير، اللي هو تمرين الساعه 4 انا همشي من الشغل بدري عشان اعرف اجي التمرين. يعني حط التمرين الاولويه الاولى في حياتك. بالظبط، ان حاجه بعملها من وانا 6 سنين، فصعب قوي عليك ان انت تخسري البطولات ويبقى بعيد يعني ناخد بطوله. طيب انما يعني كان موسم صعب جدا وعايز ومطالب منكم ترجعوا في نو تايم، يعني شهرين بالظبط، يعني السنه اللي وراها لازم ناخد كل البطولات. وكمان السيزون ده بادئ بدري، يعني السيزون اللي فات خلص متاخر وده بدا بدري على طول، فاللي هو احنا قدامنا بالظبط كان 3 شهور المفروض نبقى في اعلى فورمه لينا ان احنا نرجع كل البطولات. يعني صحيح. طب اسراء، عايز اتكلم في نقطه معينه اتكلمت فيها مع كابتن يحيى برضو. الموسم اللي فات كابتن يحيى اتولى المسؤوليه في شهر 2/3 19/3 بالظبط، البلد اتقفلت عشان كورونا، فانتوا قعدتوا فتره طويله جدا في البيت. قضيتي فتره كورونا دي ازاي عشان تحافظي على نفسك، زائد العوده بقى وكان فاضل 6 جولات. كلميني عن من اول توقف الموسم اللي هو 13 مارس لغايه استعاده النشاط تاني 5/7 ولعب ال6 جولات الفاضله. تمام. هو اول الكورونا كان انا لسه في اخر سنه هندسه. انت اخر سنه هندسه؟ لا انا الحمد لله اتخرجت السنه اللي فاتت. خرجت قسم ايه؟ مدني. مدني ما شاء الله. فاول اخره يعني اول الكورونا، فكان عندي امتحانات وحاجات اونلاين، فكانت دي حاجه جديده عليا اللي هو موضوع ان احنا نذاكر اونلاين والكلام ده، فده كان عامل لي لخبطه شويه. بس خلصت واتخرجت وركزت قوي في التمرين. قعدنا طبعا فتره طويله قوي ان احنا فعلا بنحاول نحافظ على قد ما نقدر في التمرين، يعني على قد ما بنقدر وبس، واتمرنا ومفيش شيء. ورحنا على ماتش الشمس ما توفقناش، بس كنت عملت هي عشان هي كده كده كانت اخر، يعني احنا صح. حاولنا بس هي كانت صعبه لان السيزون كله كان بايظ، وبعدين كابتن يحيى جه في الاخر، فاللي هو احنا حاولنا ان احنا نلحق بس ما عرفناش قوي. فاحنا فعلا لما بدانا السيزون الجديد
قعدنا نقول لا احنا لازم بقى ننسى كل اللي حصل السيزون اللي فات وهنبدا صفحه جديده خالص. يعني هو ده بقى الصفحه بيضاء كده هنبدا بيها. بس هندسه صعبه برضو. صعبه جدا. انا خريج هندسه برضو. وعين شمس كانت بالنسبه لي معاناه فعلا. لا هي فعلا دي كانت يعني فعلا من اصعب 5 سنين قضيتهم في حياتي ان انا اقدر اوفق ما بين الكليه والتمرين. بس اكيد بابا وماما كان عليهم دور كبير او الاسره كان عليها. لا طبعا طبعا مامتي طبعا بابايا الله يرحمه فماما هي فعلا اللي كانت متحمله دور اب وام. ليكي اخوات يا اسراء؟ اخويا طارق في كندا مش موجود هنا. كندا كانت ماما بقى يعني بقى. هي اللي شايله كل حاجه يا حبيبتي. هي فعلا بتتعب معايا قوي لانه انا فعلا ببقى طول اليوم بره. هي تحضر لي لانش بوكس باخده معايا الكليه بطلع كنت من الكليه على التمرين فانا يومي كله بره ولو في كمان كورس بروحه بعد التمرين فكان طول اليوم بره البيت. احنا بنحيي يعني. طبعا شكرا على المجهود اللي عملته حقيقه. وبيتهيألي يعني ما شاء الله يعني ربت مهندسه ولاعيبه كبيره فطبعا ده نموذج يحتذى به للاعبات الصغيرين. الحمد لله. دعاء وانت قولي لي برده نفس الكلام اكيد القصه تعبانه معاكي اكيد السندوتشات بتعمل الصبح وانت رايح الشغل. فعلا فعلا مش موضوع كليه بس وحتى في الشغل السندوتشات بتتعمل بالظبط عشان ارجع من الشغل على التمرين. لا هم فعلا يعني الفضل بعد ربنا طبعا في اي حاجه انا فيها دلوقتي فيرجع لاهلي ان هم على طول مسندني من وانا طفله على طول في ظهري يحضروا لي كل الماتشات على طول بيشجعوني سواء حتى السنه اللي فاتت كان ليهم دعم معنوي قوي ان انا اقدر انسى كل اللي حصل في السنه اللي فاتت بالدروب. بس خليني اقول لك برضو دعاء حاجه يعني بالرغم ان احنا حسمنا تاهلنا دلوقتي الحمد لله بس انتوا برضو عايزين تكسبوا كل مباراه. بالظبط احنا يعني نظام الدوري السنه دي غريب شويه طويل و يعني مش منطقي ان احنا نلعب 32 ماتش الحمد لله ما نخسرش فيهم ولا ماتش ونطلع بالظبط ونطلع بقى فوق اول 4 فرق كلنا 0 بوينتس زي بعض. انت بتساوي ازاي اول مع تاني مع تالت مع رابع يعني النظام ده لو معمول في الولاد بالظبط بيبقى فيه الاول بيطلع بالنقطه مثلا اي حاجه يعني بالظبط في فرق. فاحنا دايما احنا موضوع ان احنا كسبنا الدور التمهيدي ده ما فرقش في حاجه بالنسبه لنا اكتر من الست ماتشات اللي جايين هم اللي هيفصلوا كل حاجه. انت ممكن تبقى ماشي حلو قوي بس سنه تقريبا ان هو يدخلكوا 0 بوينت يعني كل 32 ماتش يعني مجهودكم الكبير ده كله بس طبعا انا ستاهل بس طب ما يعني بس برضو ده ما يقللش من عزيمتنا. اكيد طبعا. لا طبعا احنا كنا بنلعب كل ماتش ان احنا اهمنا ان احنا نكسب كل الماتشات ما فيش ندخل على الدور الاخير ده واحنا الحمد لله كسبانين كل الفرق فنفسيا لما نقابلهم في الدور النهائي بقى نبقى ان شاء الله يعني واثقين في نفسنا اكتر هم نفسهم يبقوا عارفين انت داخل تلعب النادي الاهلي انت ما عرفتش تكسبه قبل كده. صحيح. طب خلينا اتكلم معاكي برضو يا دعاء في حته غادة حسام. غادة حسام عملت حاجة كويسة جدا احتفلنا بيها على فكرة في عيد الأم. شكرا. ممكن تعملي تجربة زيها أو تكرري تجربتها؟ طبعا. يعني دلوقتي بقى فيه كتير جدا مش موضوع إن البنت خلاص اتجوزت إن هي خلاص هتبطل، لأ عادي بقى عندنا الفكر إن أنا اتجوزت أنا هخلف وهرجع. بالعكس بيبقى حاجة يعني يونس مثلا ده ابننا كلنا دلوقتي يعني هو عنده 18 خالة مثلا فلا هي حاجة حلوة وأتمنى أن أنا أعمل كده يعني إن هو يعني واخدها تجربة قدامك حية إن الحياة الشخصية عمرها ما تبطل. بالظبط يعني كل حاجة ليها تضحيات يعني هضحي بده عشان أكمل في حاجة بحبها زي ما يعني كمان غادة ما شاء الله إن هو أهلها كمان مساندينها في الموضوع فلا هي حاجة حلوة يعني. أكيد. طب وأنت يا أسراء؟ طبعا هو أنا عندي يعني يقين أنه الحمد لله أدام قدرت أن أنا أعدي فترة صعبة زي كلية زي طبعا من أول ما إحنا صغيرين لحد دلوقتي وما بطلتش فلا إن شاء الله الواحد يقدر يعمل أي حاجة لأنه يعني هي مش مختلفة عنهم هي موضوع تنظيم وفي نفس الوقت برضو هي حتة الأهل. يونس أهو يونس موجود هنا. أيوة. في السؤال. أيوه يونس بيحتفل معانا أهو. أيوة. لا هو متربي فعلا يعني هي حاجة بس هي مش حاجة سهلة يعني ما نقللش من المجهود اللي غادة بتعمله ان هي فعلا حاجة صعبة جدا. بس انتوا بتساعدوها؟ طبعا على قد ما بنقدر بنحاول. لا بس هي بتبقى عين في الملعب وعين بره يعني عين في الملعب وعين مع عين السهل. يعني حتى في ماتش الزمالك كانت برغم ان هي ما شاء الله كانت من اسباب المكسب يعني طبعا كلكم بس هي كانت سبب يعني مهم تصدت لعدد كبير جدا من الكور بس برضه مشتت قلقانة. ايوه بس تقدر. ايوه بالظبط. طيب قولوا لي انتوا يعني شاركنا في بطوله افريقيا انت كنت اخر بطوله افريقيا اللي كانت في نادي الاهلي لعبتي فيها صح؟ لعبتي فيها صح؟ طب انتوا حابين التجربه دي تتكرر تاني؟ اكيد حابين بس يعني حابين ان احنا نشارك عشان نقدر ان احنا نخش في المود بتاع الماتشات بتاع افريقيا
يعني هما دايما بيقولوا لنا ان احنا بنعمل بس تمثيل مشرف بس احنا لا، يعني احنا فعلا اخر بطوله عملنا حلوه قوي، بس بنقعد فتره بعديها ما بنشاركش، فبنيجي نلعب تاني بنحس ان مستوانا نزل يعني او فرق عنهم. انتوا عايزين استمراريه المشاركه. الاستمراريه دي هي اللي هتخلينا يعني نوصل للمستوى. هو اكيد مش هيجي في يوم وليله، بس يعني والغريبه كمان برضو ان المنتخبات برضو يعني لا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. كبيرة بكلام المنتخب الكبير، منتخب السيدات الكبير يعني مش موجود، فانتوا يعني موضوع المنتخب بيبقى اكبر اعداد للعيبه، فانت مش مفيش برضه. بالظبط، هو عامه الاحتكاك الكتير هو اللي بيوصل اللعيب، يعني هو صحيح. اللي بيخليه ياخد خبراته ويبقى احسن، فلو ده مش موجود فمهما عملت، مهما عملت في تمرين، مهما عملت مش هتوصل. صحيح. طب وانت دلوقتي شايفه نفس الكلام، يعني حابه تشاركي في افريقيا برغم انه هيبقى حمل عليكم، اغلبكم بيدرسوا وبيشتغلوا. بالظبط، اه طبعا حابه، يعني اكيد حلم اي واحده بتلعب في الفرقه دلوقتي ان هي تشارك في افريقيا، وحلمها اكبر ان احنا ناخد البطوله. بس في اللي احنا فيه دلوقتي صعب، ان هو فعلا زي ما اسراء قالت الموضوع محتاج استمراريه. احنا بندخل على فكره ماتش الاهلي وسموحه، كان ماتش سموحه اللي عندنا في الصاله، اتفضلي دعاء، عايز استمراريه. اه بالظبط، احنا بندخل سنه نقعد 5 سنين ما نعرفش اصلا شكل الكوره هاندبول في افريقيا عامله ازاي. بالظبط، فبعدين ارجع اشارك، وهو مش يعني مش منطقي ان من اول مشاركه يبقى مستنيين نتيجه سواء انديه او منتخبات. المفروض يبقى في استمراريه، ان احنا ندخل اول مره هناخد خامس، ندخل اول مره مثلا سي هنخسر فرق 15، تاني مره لا احنا ممكن ناخد رابع، يعني تالت مره لا احنا ممكن ننافس على ميداليه. بالظبط، محتاج ايوه بالظبط. لكن المعامله بيبقى ان هو لا، ان احنا هندخل اول مره مش هنحقق حاجه فخلاص مش هنشاركش تاني. طب قولي لي، يعني انت تابعتي اكيد بطوله العالم اللي فاتت، يعني شفت منتخب مصر، فاكيد حسيتي بشوق ان انت نفسك تمثلي مصر. على قد ما الواحد كان فخور بالمنتخب جدا ومبسوط بيه جدا، على قد ما اللي هو طب انا كان نفسي ابقى مكانكم، اللي هو انا بالظبط، يعني اللي هو لو كان الموضوع بدا من زمان لما كان سنه 80 تقريبا كان في منتخب هاندبول سيدات وكنا بنشارك وبناخد افريقيا، لو كان في استمراريه احنا كان زمان دلوقتي برضو زي زي الولاد بالظبط. الولاد مش اول ما عملوا منتخب وشاركوا اخذوا البطوله، الولاد قعدت كذا دوره على ما بس تدخل مربع في بطوله افريقيا. وانت برضو اصلا تابعتي المنتخب؟ اه طبعا، دي حاجه يعني كانت مشرفه جدا. اكيد اكيد بيبقى حلمنا كلنا ان احنا نبقى يعني نوصل للمستوى ده ونبقى بننافس زيهم ما شاء الله، يعني حاجه تشرف. بس احنا عندنا نقدر نقدر يعني، اه بس هي محتاجه وقت، يعني مش هتيجي كده، يعني لازم يصبروا علينا. صح، يعني انت محتاجين اعداد ومحتاجين صبر. طب خلينا اروح لسندس. سندس كانت معانا في الفقره الاولى، ويمكن سندس لعيبه محترفه، وكان ده اول مره يبقى فيه لعيبه محترفه، شفتوا الموضوع ده ازاي؟ هو سندس انا اصلا اعرفها من 2015 من ايام بطوله افريقيا منتخبات تحت 18 سنه. كانت هي كانت في كينيا، يعني كنا احنا منتخب مصر كان اصلا بيشجع منتخب تونس، وهم تونس كانوا بيحضروا لنا الماتشات وكده، فمن وقت البطوله يعني طبعا لا انا عارفاها، وهي ما شاء الله كان لعبها ملفت للمنتخب كله، يعني ان هي لعيبه مميزه. يعني هي طبعا لما جت بقى، يعني لما سمعت ان هو في كلام ان مع سندس تيجي بتاعنا، كلمتها بالظبط، كلمتها قعدت اقول لها يعني اللي هو هتنوري مصر ولو يعني هتشرفين. طبعا بس وبعدين لما جت هي اصلا روحها لذيذه ودمها خفيف وكده، فهي ما خدتش فعلا وقت خالص ان هي تدخل في جو الفرقه يعني. طب وانت اسراء قولي لي نفس الوضع، يعني اكيد سمعتي عن ان في محترفه جايه، طب شفتي الموضوع ده ازاي؟ شفت ان احنا ان دي اضافه، خاصه ان احنا كنا بعد سيزن يعني محتاجين ان احنا نكسب، فكنا محتاجين تدعيم، فهي جت لا يعني فرقت معانا طبعا. يعني احنا فرحنا لانها احنا عارف اللي هي جت بعد وقت احنا فعلا محتاجين ده، احنا لسه خسرانين، فلو لا احنا عايزين نكسب وعايزين نبقى اقوى وعايزين نبقى احسن. وطبعا يعني اللعيبه في تونس او الجزائر حاجه معروفين ان هم ما شاء الله يعني كويسين، فاحنا كلنا اتبسطنا وكنا ما شاء الله عليها، وكنا يعني كنا كمان انا عن نفسي ببقى منتظره اشوف سندس هتعمل ايه مثلا، فلو ممكن تعمل حركه جديده انا ما اعرفهاش، تعمل حاجه فتعلمها. طبعا بتبني الخبرات يعني بالزبط. في الملعب بالظبط. طب انت شايفه الفتره الجايه ازاي؟ عندنا 3 مباريات ورا بعض ومواعيدهم رخمه بصراحه، يعني 2 و4 مواعيد صعبه، بيبقى الوقت بيبقى فيها الجسم مش واخد على المجهود، ودوره مجمعه وبعديها دوره مجمعه تاني، شايفه اللي فاضل لنا في الموسم ازاي؟ انا شايفه ان احنا لازم نركز قوي في التمرين، احنا قدامنا 4 ايام تمارين لازم نموت نفسنا فيهم، يعني بجد البطوله دي حياه او موت، الدوري اهم بطوله عندنا، يعني طبعا الكاس ليه فرحته والمنطقه ليها فرحتها، بس الدوري ده اكبر حاجه يعني.
فاحنا لازم يعني لازم بجد كل واحده تضحي على قد ما تقدر الفتره دي، لانها فتره قليله جدا وخلاص، يعني كل واحد بقى هياخد على قد التعب او المجهود اللي هو عمله. صحيح. فيعني حتى دايما كابتن يحيى بيقول لنا انتوا تعبتوا وتستاهلوا ان انتوا تكسبوا، ما تفرطوش في دي بالظبط، فاحنا مش عايزين نفرط فيها، وطبعا كل حاجه مكتوبه عند ربنا، بس احنا نعمل اللي علينا قوي عشان نوصل لهدفنا يعني. وانا عايز اسالكم برضو عن مستوى الفرق الاخرى، بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا مع ملكات اليد مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. دعاء، انا يعني انت مهندسه. ايوه. وانا يعني انا كنت عارف ان اسراء، بس انا فوجئت لما قلت لك انت كمان مهندسه. مهندسة برمجيات كمبيوتر ساينس عين شمس. برضو من ضمن الحاجات اللي هو التضحيات اللي بتتعمل الهاندبول، ان انا فضلت ان ادخل كمبيوتر ساينس علشان انا اصلا شخصية بتاخد كل حاجة على اعصابها، فكان هيبقى توتر بقى هندسة. مش باين عليك يا عصبية؟ لا لا مش عصبية، بس بتوتر يعني باخدها جوايا كده على اعصابي، فكان هيبقى توتر بقى هندسة عين شمس مع الهاندبول. فلا دخلت كمبيوتر ساينس. لا هندسة وكمبيوتر ساينس برضو مش سهلة خالص، بس بالنسبة لي كانت هتبقى اخف شوية عن ان انا ابقى هندسة يعني. بس انا ليه بقول كده، وما شاء الله برضو اسراء هندسه عين شمس كمان مدني، انا ليه بقول كده، ان عمر ما الرياضه بتعطل عن التفوق الدراسي. لا خالص يعني، كل يعني اي حد عايز يعمل حاجه هو ممكن يعملها بالظبط، هي بتيجي بقى على حساب حاجات تانية يعني. بس بتدفع الثمن. بالظبط يعني بتدفع الثمن بقى في حياتك انت بقى الشخصيه، سواء الخروجات اي حاجه، تعب يعني، مثلا عدد ساعات نومك ممكن تقل، وقت بدل ما تخرج فيه لا انا هروح التمرين فيه او انا هذاكر فيه، بس في الاخر اللي طالما انت عندك هدف يعني وضحيت بحاجات فانت اكيد هتوصل له ان شاء الله. يعني انا بعمل ستريس على الموضوع ده سواء معاك او مع اسراء، لان اكيد في ناشئات بيتفرجوا علينا وصغيرين في السن، فانتوا قدوه دلوقتي وما شاء الله يعني نجمات، وما شاء الله زي القمر، وما شاء الله بت بت يعني لاعبات كبار وبتحققوا بطولات، فطبعا يعني ما شاء الله حاجه كاركتر كده اي حد يبقى فخور بيه. طب خلينا يعني نتكلم عن اللي فاضل من الموسم، احنا كنا اتكلمنا عنه وشفناه ازاي، وبتكلم عن الفرق المنافسه. احنا عندنا يمكن الشمس، الزمالك، والفريق الثالث لم يحدد بعد هيبقى ايه، لا سبورتنج وشمس، وفاضل يا زمالك الطيران. انت شايفه يعني افضل فريق، احنا طبعا كل الاحترام والتقدير، بس افضل فريق من وجهه نظرك مين باللعب؟ هو يعني انا شايفه انه كله لازم نعمل له حساب يعني، انا ما بحبش اقول انه الماتش ده سهل او الماتش ده هنعديه، لانه يعني بحس ان احنا لما بنقول كده لنفسينا بجد ما بنبقاش حلوين قوي. فلما بناخد كل الماتشات ان ده ماتش فاينل، طب بلاش نقول صعب، نقول الفرقه اللي بتلعب هاند بول حلو يعني، نقول بلاش، خلينا صح كلامك مظبوط، في سبورتنج سبورتنج فرقه كويسه، والشمس بيلعبوا هاند بول حلو. رايي كده دعاء برضو. سبورتنج يعني اكتر فرقه طريقه لعبها شويه شبهنا، منظمه يعني، هي فرقه ليها طريقه لعب كده منظمه دايما، وبقى لهم ثابتين عليها بقى لهم كذا سنه يعني. لعبناهم ماتشين السنه دي. لعبناهم ماتشين ثلاثه صح، ولعبناهم في الحمد لله بس هو الثلاث فرق جامدين، ويعني اللي يثبت ان هو سبورتنج والشمس نفس عدد النقط في الفتره اللي فاتت، الثالث والرابع زمالك وطيران نفس برضو عدد النقط، فعشان كده المنافسه لسه مستنيين نتيجه 2004. فهي كل الفرق بصراحة، وأي فرقة بتنزل قدام الأهلي هي بتنزل بروح تانية خالص، وبتنزل بشكل تاني خالص غير أي فرقة، غير لما بتلعب أي فرقة. فإحنا قدامنا بيبقى لا كل ماتش فعلا هو ماتش كاس، لازم طب نكسر. يعني سندس قالت لي في الفقرة الأولى إن اللي بيميزنا الروح. يعني قالت لي إحنا ممكن يكون في فرق تانية مستواها برضو مش وحش وكل احترام وتقدير بس إحنا عندنا الروح عالية قوي، الكلام ده صح؟ بالظبط، إن إحنا دايما حاطين قدامنا ان احنا نادي بطوله، فاحنا مش نازلين ماتش ان هو يعني ان شاء الله نلعب كويس، واللي هو لو خسرنا يقولوا لا هم خسروا بس لعبوا كويس، لا احنا حاطين يعني حاطين هدف في انقاذات يعني، هل مثلا اللي بيلعب ما بيلعبش يعني. لا لا دي حقيقه يعني، كلنا واحد، واللي ينزل مثلا لو انا بلعب في مركز وزميلتي نازله بدالي، لا وانا لو في حاجه انا شفت انا عملتها غلط في الملعب قبل ما تنزل ممكن اقول لها خلي بالك ممكن تعملي كذا، هتعرفي تعدي اكتر لو عملتي كذا يعني. بالظبط، فلا حتى بيبان في الماتشات ان اللي بره ازاي بيشجع اللي جوه يعني، اصحاب الجياد حتى ماتش يعني ما كانش قوي جدا ولكن اديته فيه باداء بالزبط. يعني وهتلاقي دايما لو الكاميرا بتيجي بيبقى اللي بره بيشجع اللي جوه ولا كان هو جوه الملعب. ايه رايك في الكلام ده؟ طبعا هي الفكره ان احنا يعني حتى حضرتك بتقول اصحاب الجياد، احنا لا هي فرقه طبعا محترمه بس في فرق في المستوى شويه، بس هو احنا كلامنا او كلام يعني الجهاز الفني لينا كل قبل يعني قبل اي ماتش
انه احنا هننزل هنلعب لعبنا، يعني هنلعب بغض النظر احنا هنلعب مين بالزبط. سواء فرقه قويه او فرقه ضعيفه احنا هنكسب وهنكسب، يعني هنلعب لعبنا مش هنلعب على قد الماتش. يعني انت بتلعبوا اداء معين، انتوا ليكوا هدف معين. طب خليني اقول لك يا اسراء ان اكيد ده كان نتيجه ان كابتن يحيى وانتوا عندكم من اول الموسم هدف اتلميتوا حواليه، واي حاجه بتيجي بقى في سكه الهدف ده من مباريات بعد الشر اصابات روتيشن بيحصل بين اللعيبه اكيد كان كل الكلام ده. احنا عندنا اصلا قضينا فتره كان يعني تقريبا كل شويه حد مننا بيتصاب، بس احنا كنا حاطين في دماغنا احنا هنتحدى اي ظروف، يعني حتى لو عندنا زميلتي اتصابت فانا لازم اشيلها عشان اللي هو ايه ما نحسسش نفسنا ان احنا وقعنا، لا احنا هنتحدى اي ظروف وان شاء الله هنكسب. طب قولي لي يا اسراء، احنا لسه في اصابات عندنا؟ لسه في مريم شرباجي، وفي حد تاني لسه ثلاثه راجعين من اصابه في كورونا. في يارا شحاته لسه راجع من اصابه. الكورونا ولا لا اصابه هي دلوقتي في الملعب عادي معاكم؟ بس تاني. لسه بتنزل يعني على الخفيف. منى خالد برده كان عندها اصابه لسه نازله من ثلاث اسابيع. صراحة حسام برده لسه نازله. مين يعني برضه مصابات؟ لا هم دول اللي لسه راجعين، لكن اللي لسه مصاب كانت مريم، هي بس يعني احنا فتره قعدنا مثلا يجي سته مصابين في الفرقه. ما بينزلوش خالص كتير بس كتير سته كتير يعني. بس الحمد لله بجد ان احنا قدرنا ان احنا نعدي، دي كانت ازمه بالنسبه لنا. يعني برضو زي ما كابتن يحيى قال ان احنا كان عندنا الوينج ليفت ما فيهوش ولا حد، يعني كانت فريده ثابت ويارا شحاته طبعا نصر لعبها في الوينج ليفت، و كان ساعات ما فيش عدد للتمرين اصلا، يعني بالزبط. مش مكملين بالزبط. عدد ان احنا نعمل تمرين مثلا 6 على 6 او حاجه، ومع ذلك ما شاء الله. اصل يعني حاجه صعبه ان يبقى في مركز مثلا معين ما فيهوش حد، يعني كل اللي فيه مصابين. صعبه دي. لا حاجه صعبه جدا، فالحمد لله ان احنا يعني عندنا لعيبه ان هي تقدر تلعب في كذا مركز وتشيل يعني. بس نصر مثلا عمرها ما لعبت الوينج ليفت. بس الحمد لله كانت هي عشان الروح والانتوا عايزين تكسبوا بالظبط، فهي نزلت ادت بالظبط وانتوا يعني بتساعدوها. يعني خلي بالك برضو انا بقول انا مثلا لعيب اول مره العب في الوينج ليفت، فالوينج ليفت دايما ليه حركه معينه كده انه بيجي خطوتين ثلاثه على نص الملعب عشان يفتح. انا لعبت في فتره معينه قبل نصر يعني كنت بحاول ادي على قد ما اقدر، وحتى لما كنت بضيع كوره بصراحه هم ما كانوش بيلوموني. اللي هو يعني عشان عارفين ان هم مش مركزي، بس بالعكس كانوا اللي هو هجيبيها، لا ما تقلقيش وخشي وما تخافيش. اللي هو بيبقى عندي شويه خوف انه ده مش عارفه مثلا افتح الفتحه بتاعه الجامب بتاعتهم ان انا افتح قوي كده او مش عارفه ايه، بس يعني مع زميلاتك عديتوا ده وتجاوزتوا النقص العددي بالظبط. طب قولي لي برده كان مين تاني عندنا نقص وبرده وقفتوا جنبه في مركز مش مركز غير نصره وغير اسراء؟ افتكري وقت ساره ومنى وكترانا، بس هي اللي في الباك ليفت. كان احنا عندنا ثلاثة باكات ليفت، كان في فتره كان اثنين اللي اتصابوا، رنا ومنى وساره، لا اصابات اللي هي قعدت مثلا شهرين يعني. فما كانش في غير هي رنا بس. فكان ففي الهافات بقى كنا مثلا اسراء تلعب باك ليفت، سندس تلعب باك ليفت. يعني ما شاء الله لفيت على كل يعني المهندسه بقى. الفيرود برده كان في اصابات، نصره سدت فيه الوينج ليفت، كان في اصابات اسراء لعبت، نصره لعبت بصداع. يعني ده الاصابات دي صداع. انت شفتي لو متابع فريق الباسكت عندنا في رجال ما بيكملوش خالص. الاصابات اكتر حاجه. اقول لك على حاجه، انا طول عمري خايف من حاجتين يعني اسف ان اقول، انه الاصابات وعدم توفيق الحكام في الماتش. الحكام ايوه. طيب انا عايزكم يعني اسراء قولي، انت لو خبيره بالاصوات قولي الو كده يا اسراء. الو مين؟ ساره الخولي. ازيك يا ساره؟ ساره الخولي طبعا نجمه الفريق. ازيك يا ساره؟ ازاي حضرتك؟ طبعا انا نفسي يعني كلكم تبقوا موجودين النهارده الحقيقه. والله انا فرحان بيكم جدا وبقول لكم الف مبروك يا ساره. الله يبارك في حضرتك. والله الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. طب كلميني عن التحديات اللي انت شفتيها من وجهه نظرك الفتره اللي فاتت، التحديات اللي انت عدت بيك انت على مستوى الشخصي ومستوى الفريق. هو احنا طبعا لو هنتكلم على مستوى الفريق، كان اول تحدي بالنسبه لنا ان احنا نكسر حاجز الخوف، ان احنا نعدي الماتشات اللي حصلت، الدروب اللي حصل السنه اللي فاتت، ان احنا كنا طبعا نلم نفسنا ونتكلم نشجع بعض نسوق بعض، اي حد مثلا بنزله حصل له سوء توفيق حصل له حاجه احنا كلنا نلم بعض. دي كانت اكبر تشالنج يعني موجوده تقريبا في الفرقه، بس الحمد لله احنا تغلبنا عليها وخدنا اول بطولتين الحمد لله. بدانا طبعا بكاس مصر وبعديها خدنا المنطقه،
وان شاء الله يعني دلوقتي بنشتغل على الدوري ان شاء الله يعني. طب قولي لي يعني يا ساره الفتره اللي جايه يعني برضو عندكم 6 ماتشات يعني انا دايما برجع ليهم لان هم دول ما شاء الله ان شاء الله يبقى ختاموها مسك، شايفاهم ازاي وشايفه التضحيات اللي انتوا لازم تعملوها في ال10 15 يوم اللي جايين ايه؟ لا طبعا هو احنا ال6 ماتشات اللي جايين دول بالنسبه لنا دول يعني هما ما فيهمش نقاط ان شاء الله يعني. احنا تعبنا من اول السنه، اشتغلنا على نفسنا، كابتن يحيى معانا يعني احنا بالنسبه لنا كان اهم تارجت اصلا الدوري. طب يعني خلي بالك انتوا داخلين معسكر، انتوا داخلين معسكر يوم الخميس اللي جاي يا ساره. ان شاء الله جاهزه بقى وهتنسوا المذاكره وهتنسوا الشغل وكل حاجه؟ لا دي كل واحده بتسيب اللي في ايديها تماما يعني انا بشتغل بسيب شغلي، انا كده مثلا هسيب شغلي خميس وكمان حد اللي بتذاكر مفيش واحده حتى بتاخد كتاب معاها في المعسكر يعني هو احنا كلنا مركزين في الماتشات وبس. يا رب ان شاء الله يا ساره وربنا يكرمكم الحقيقه يعني ان شاء الله يبقى يعني ختامها مسك ويبقى الثلاثيه باذن الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ساره الخولي نجمه الفريق بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق يا ساره بجد يعني روح جميله يا اسراء ولما قالت الو عرفتيها على طول يعني ما شاء الله حافظين بعض يعني حتى سندس لما نصر قالت الو برده بس يعني سندس خدت شويه يعني قولي الو تاني كده يعني لا سندس خلاص بقت مصريه قوي زينا واكتر كمان. نفسك سندس تقعد معانا السنه الجايه؟ طبعا وانا كمان اتعودنا عليها اصلا يعني هي قالت لي برضو هي برضو خلي بالك يعني واخد الموضوع احتراف ويمكن هي اكتر واحده محترفه فيكم خلي بالكم لان هي شغلها الهاند بول كله وكاريرها فاكيد يعني اكيد بستفاد من المحترف اللي معايا اكيد اكيد اكيد, أكيد. طب قولي لي يعني يمكن انت قعدتي في كندا شويه يا اسراء ودرستي سنه او اتنين وبعد كده رجعتي على هندسه عين شمس عشان تكملي دراستك، لعبتي هاند بول هناك؟ للاسف انا كنت عايشه في مونتريال والحته دي ما كانش فيها هاند بول فكان عشان اروح العب هاند بول دي كنت لازم انقل من محافظه ثانيه فقعدت يعني انا بطلت يمكن سنه كامله ما لعبتش هاند بول خالص فعلا ورجعت بقى ما قدرتش بصراحه لما رجعتي مصر رجعتي نادي الاهلي ثاني يا جماعه انا جيت بقى يلا يلا سجلوني بقى انا عايزه العب صح؟ بس الحمد لله انا كنت خايفه قوي ان انا لما اقعد يعني تفرق معايا يعني انه مستواي ينزل شويه او كده. لا ما طالما الفتنس موجود خلاص بالظبط انا كنت بحاول هناك يعني اجري حوالين البيت ومش عارفه ايه كده بس يعني كانت حاجه صعبه ان انا اقعد سنه كامله من غير هاندبول يعني صح شعور وحش وبعدين يعني انا كنت في اصعب اوقاتي بلعب هاندبول يعني في ايام دراستي وضغطي بالظبط بالظبط اللي هو خلاص انا بعد ما خلصت وفضيت لهاندبول هسيبها لا طب ده قولي لي يمكن يعني اكيد انت يعني ليكي طموحات الفتره الجايه على مستوى المهني على مستوى الفرقه يعني حابه تعملي ايه الفتره الجايه؟ طبعا يعني اقرب حاجه دلوقتي اللي هو ان شاء الله ان شاء الله بطوله الدوري دي كرياضه يعني نفسي ان يبقى في منتخب سيدات يا رب بدأ معاك ونفسي ان في النادي الاهلي نشارك في بطولات افريقيا يبقى في استمراريه سواء حتى احنا يعني احنا الجيل ده بطل يبقى في استمراريه الاجيال الصغيره بقى تدخل من وهي صغيره إن شاء الله. تشارك يعني قدام هي فعلا هتنافس من حاجه مش هتبقى بعيده نفسي ان انا اقدر افضل موفقه ما بين شغلي ان انا اكبر فيه اكتر وما بين الهاندبول ان هي حاجه ما فيش حاجه ما فيش حاجه تيجي على حساب حاجه يعني في الاثنين بس ده دي احلامي. دعاء حلمي نجمه الفريق بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني الحقيقه انا استمتعت جدا بالكلام معاك وانا والله ربنا يخليك طبعا اسراء السيد نجمه الفريق يعني ما شاء الله ليكي طله كويسه وبشكرك نورتيني وشرفتيني شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع ملكات كره اليد في مصر اسم على مسمى هم يستحقوا هذا اللقب قربنا منهم شفنا قد ايه بيتعبوا قد ايه عشان يوصلوا للحلم ده بياخدوا مجهود ومجهود جامد انتظرونا بكره ان شاء الله هنذيع لحضراتكم وهنقل على حضراتكم على الهواء مباشره في استوديو الابطال مباراه كره السله الاهلي وسبورتنج الساعه 8:30 الاستوديو التحليل هيكون الساعه 7:30 ان شاء الله كما عودناكم هنكون على قدر استطاعتنا مع ابطالنا في كل مكان بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والى اللقاء غدا باذن الله.